أعيد الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا لأجل أعرف الكم حق التليفون اللي يجي، قلنا أول حاجة أشبك الجوال يطلع لي اللي هو اتصال إيش؟ يو اس بي. اسمها الكم. كم منفذ يسمى. اسمها منفذ يو اس بي. منفذ عن طريقه تقدر مثلا تعدل على الجوال على بيانات الشبكة على. وش تعدل فيها؟ لا الأسئلة اشطولوا كذا اشطولوا الأسئلة. يعني شو تنزل جديد 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 على بالضبط شو تفك الشفرة حقه وهكذا كيف طيب قلنا نحن ندخل فين؟ لأجل نعرف رقم الكم حقنا لأجل نربطه بالبرنامج اللي ذو ام في اي 10 ريدر رايت تمام؟ قلنا ندخل لديه إدارة الأجهزة تمام ونقله عند الكوم بعد ما نربطه يو اس بي من داخل الجوال نفسه اتصال يو اس بي يطلع رقم البورت كام؟ 10. طيب ايش اللي سوينا احنا بالبرنامج الان؟ اللي سوينا ان احنا رقم البورت رجع له رقم كام؟ 10. تمام ما غيرنا شيء من الاعدادات، فقط هنا موجود كلمه ريد عملنا له ايش؟ ريد الان يقرا ايش؟ بيانات الام بي حق الجوال هذا. تمام قلنا اذا احنا شلنا فوق شفره نشي مثلا نرجع رقم تسلسلي، نشي نعمل اي حاجه ضروري، اول حاجه احتفظ بنسخه احتياطيه من ملف ايش؟ الام في، لانه ملف مهم جدا. ملف الام في ملف مهم جدا. اوكي؟ حتى في حاله ضياع الشبكه اللي تطلع عليه اكس، بعضهم يقول لك انه فرمت الجوال مثلا وضاعت الشبكه عليه. وبسبب انه انضرب رقم تسلسلي عليه. او كان مفتوح الشفره، خلينا نقول كيف فتحتها الشفره؟ انه جاء مثلا من امريكا على شركه متروبيس، مشفر على شركه متروبيس. تمام؟ قلنا على شركه مثلا متروبيس مشفر شريحه على هذه الشريحه فقط، ما تقدرش تطرح اي شريحه ثانيه. فانت ثم تفرمته يكون مفتوح الشفره، بعد ما تفرمت تضيع الشفره. تمام؟ يرجع كانه مغلق على شركه ايش؟ الشركه اللي جاء من امريكا مثلا. تمام؟ فانزل له ملف الام في وان شاء الله ايش؟ يفتتح معي. اوكي ننتظر حتى يكمل قراءة ملف ال ام في ونحاول ان ننزل برنامج الدي اف اس. عاسب نوريكم كيف نشتغل على الدي اف اس. نحاول نشتغل على ايش؟ على الدي اف اس. اللي قلنا انا اصور لك فيديو تقدير الاستخدام حق الدي اف اس. ايوه شفت الاستخدام كامل. خلاص احنا عملنا نعم نفس الموديل نفس الموديل. طيب موديل ثاني؟ لا ما يصلح، لا تخرب بالجوال. قلنا نفس الموديل ضروري يكون نفس الموديل. انا انصحكم نصيحه، واحد مثلا يشتري تلفونات يبيع تلفونات كذا، يا اخي احفظ له من كل تلفون ام في ملف ام في. ايوه من كل موديل، ويحفظه على جنب وخله مضغوط، اضغطه ضروري. ليش؟ خوفا من الفيروسات، خوفا لا يحتذف كذا. اعمل لك نسخه لانه حق ما يعني لو تقول تشوفه حق الام في ملف الام في صغير جدا 2 ميجا. يعني لو كل زبون مثلا قام عمل لك قابلك تليفون تحفظ ملف الام في وخلاص. قال لك تليفون مغلق تفتحه وخلاص. اوكي ممكن تعمل له الان تعمل له اوبن وخلاص ان شاء الله يشتغل معك. شو اوقف انا ما عشش. ايوه تعمل رايت وهو طبعا شيء ذا لانه انا فصلت الان الجوال ما عادش يشيك في الان. تمام خلاص اقدر اكتبه جهاز ثاني. نعم حقك 770 770 نعم ايوه ضروري نحفظ الاول احتياط، لانه لو حصل شغله انا اقول لكم دائما احتياط، لو حصل شغله بالجوال ولا شيء لا رجعوا الزبون كما كان وسلمت له. دائما احنا قلنا لكم ضروري تحفظ، لما يجي لك الزبون ضروري تحفظ البيانات حقه. مثلا تنزل له روم ولا كذا تحفظ بياناته على جنب.
مثلا ملف الام في شفره في حفظ الملف الام في الاول عاد اقول لك حصلت مشكله معاك مش تروح تصايح انت والزبون لا ارجع له ملف الام في واسلم له تلفون مثل ما كان اقول له ما اشتغل شيء اخر كيف يعني؟ لا مش البرنامج هو مخصص مثلا انت قصدك للسي دي ام اي هذا رن سي دي ام اي طيب اليوم ما يمدش على الجي اس ام اللي احتمال يشتغل معه انا مش متاكد لكن لو في جوال انا ممكن نقدم تمام تمام ايوه اسمه سي دي ام اي تبع شركه سي دي ام اي لو قال ما في طريقه غير عن الجي اس ام مش ما فيش الفكره الان مش موجوده عندي الصدق لكن لو وصل لعندي جوال وفي جوال مشكله ممكن نشوف ممكن نقرا الانجا هذا الله عادي الطريقه الان شبكة جوال قلنا كم؟ جوال دوز جديد 8160 لقينا نشوف داخل إدارة الأجهزة نشوف الكم حقه كم طلع كم 13 خلاص إذا هذا ما يحتاج وضع دياق الآن يتعرف معك تلقائي خلاص ما يحتاج وضع دياق طيب الكم حقنا نحوله كم 13 ونروح نعمل له كونكت فقط ايش قال لي الان؟ كونكتك تو كم 13 فولت سكسسفولي طيب الان مثلا ايش نقرا حق الام في؟ نعمل له ريد فقط وننتظر ايش؟ قراءة ملف الام في انتهي خلاص اول ما يدخل الصيانة ولا حاجة خلاص انتهى الكود ننتظر نوقف التسجيل لا مش مرتبط بالدي اف اس هذا ملف الام في اقراوا داخل ملزمة عندكم ايش ملف الام في يقال انه الاصلاح اعطال الشبكه وملف الاي ام اي لو فقد او كذا تمام يعني ملف خاص بالشبكه بشكل عام متخصص بالشبكه يعني. ها؟ نزل له ملف المودم فقط اذا كان جهاز سامسونج نزل له ملف المودم لا الايفون شغله ثانيه الايفون احنا شغله طلع قال لي عنده انا ما كان واي فاي مشكله واي فاي الواي فاي نزل له روم نزل له الروم حقه ايوه ولا شفت برامج في برامج اصلاح الواي فاي الايفون ايوه الايفون اصلاح الواي فاي